أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم من قناة حضرموت الفضائية. والبداية بأبرز العناوين. وزارة التعليم العالي ومؤسسة حضرموت تطلقان مشروع نهضة لتأهيل الكوادر الوطنية. محافظ حضرموت يناقش آليات دعم تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعمل الرقابي. والاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بشارع الرشيد ويقتحم مناطق بالضفة. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ومؤسسة حضرموت تنمية بشرية مشروع نهضة لتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات نوعية. وجرى التوقيع على إطلاق هذا المشروع الاستثماري في تنمية رأس المال البشري عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني خالد الوصابي ورئيس مجلس المؤسسين المهندس عبد الله أحمد بقشان، وذلك تواصلا للشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والمؤسسة في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير المؤسسات الوطنية. ويستهدف المشروع طلبة نوعيين وتخصصات نوعية مبنية على احتياج وطني تحدده لجنة متخصصة ومشتركة بين الوزارة والمؤسسة لتصميم مشروع الابتعاث النوعي بمعاييره وشروطه ومسار اختيار الطلبة الذين سيحققون الأهداف المتفق عليها من خلال الدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. نشكر مؤسسة حضرموت على حقيقة على هذه الشراكة الطيبة والفاعلة، والتي حفزت الآن حقيقة بعض المؤسسات بدأت تتواصل معنا تحاول أنه تحذو حذو مؤسسة حضرموت. ونحن يعني نتقدم بالشكر الجزيل باسمي شخصيا وباسم الوزارة وباسم الحكومة اليمنية للإخوة في مؤسسة حضرموت وعلى رأسهم الشيخ الفاضل عبد الله المهندس عبد الله بقشان، راعي أنا أقولها يعني ما بين أي مجاملة، لكن صلى الله عليه وسلم يكتب له هذا الأجر في ميزان حسناته وفي رصيد العلمي والتاريخي والنضالي. قبل كل شيء أنا فخور اليوم حقيقة بتوقيع الاتفاقية، فخورين إنه لأول مرة يكون في تعاون بيننا وبين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، وهذا شيء مهم جدا. يعني نحن في السابق حاولنا كم مرة بس بطبيعة الحال يعني لظروف كثيرة ما كنا نوصل، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم حقيقة الحلم صار حقيقة. يعني اليوم نحن نوقع أول اتفاقية إن شاء الله بيننا وبين وزارة التعليم العالي، وباذن الله اكد لك معاليكم ان شاء الله في خلال كم سنه بتشوف هذا الاعداد يمكن تصير مئات وبتصير باذن الله الوف ان شاء الله قريبا باذن الله، لانه متاكد في كثير من الجهات في القطاع الخاص سوف تحذو هذا المجال ان شاء الله وسوف تدعم ان شاء الله، وباذن الله بكون فخورين انه عندنا برنامج مع وزاره التعليم العالي اللي هو يوازي البرنامج اللي في مؤسسه حضرموت، وهو باذن الله يكون اكبر ان شاء الله. قال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إن مشروع المرحلة الثانية من خور المكلا ليس له علاقة بأي مشروع آخر من مشاريع التنمية بالمحافظة، ولا يأتي على حساب تحسين خدمات الكهرباء. وأشار بن ماضي إلى أنه سبق أن تم اعتماد خطة استراتيجية للكهرباء تم الإعلان عنها منذ توليه مهام السلطة المحلية، ولكنها اصطدمت بظروف أجبرت السلطة المحلية على التوقف فيها. وأكد بن ماضي أن مشكلة الكهرباء تظل دائما وأبدا من أولويات السلطة المحلية، وتتطلب مبالغ باهظة لتوفير المولدات والوقود والمشتقات وتحسين الشبكات، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تبذل كل جهدها في المتابعة لتحسين الخدمة، ولكنها أيضا لن تقف عائقا أمام تنفيذ مشاريع أخرى ذات أهمية. وأكد بن ماضي أن السلطة المحلية لن تألو جهدا في تقديم الخدمات المتاحة للمواطنين في شتى المجالات والنهوض بواقعها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
بحث محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بن مكلا آليات تعزيز وتفعيل العمل الرقابي في الوحدات الإدارية والحفاظ على المال العام. وناقش المحافظ بن ماضي مع المدير العام لفرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضرموت سالمين المعاري آليات دعم الهيئة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتفعيل نظم مالية وإدارية تعزز من النزاهة ومبدأ المساءلة والإجراءات المالية والإدارية والرقابية في ديوان وأجهزة السلطة المحلية. واستعرض اللقاء جوانب تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها محافظ حضرموت مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار برنامج السلطة المحلية للإصلاح المالي والإداري وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة في إرساء مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة والحكم الرشيد. دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بكلية الشرطة بحضرموت توزيع شهادات الدفع المتخرجة من الكلية للقسمين العام والخاص 450 ضابطا. وأشار محافظ حضرموت إلى أن منح هذه الشهادات هي بمثابة اعتراف من كلية الشرطة بأن الخريجين مؤهلين لمهام حفظ الأمن، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية تعزيز المؤسسة الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب. وأكد بن ماضي أن الجميع يقف إجلالا للمنجز العظيم الذي تحقق لحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى والمتمثل في كلية الشرطة، مشيدا بدور الكلية في تخريج القيادات الشابة المتسلحة بالتأهيل العلمي والتدريبي. وتطرق المحافظ بن ماضي إلى الإرهاصات التي أدت إلى تشكيل النخبة الحضرمية وكلية الشرطة والضرورة لتشكيل قوات من أبناء المحافظة مؤهلة تقع على عاتقها حفظ الأمن. وشهد الحفل تقديم عرض عسكري مهيب بميدان الكلية عكس صورة الانضباط والجاهزية والروح المعنوية العالية لطلاب الكلية. أحالت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري العروض المقدمة لمشروعي توريد علاجات تكميلية وبيولوجية وكيماوية للمركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت إلى اللجنة الفنية لتحليلها. واستعرضت اللجنة في اجتماعها العروض الثلاثة المتقدمة للمشروعين لمطابقة مدى استيفاء تلك العروض للشروط الخاصة بقانون المناقصات. وناقشت اللجنة عددا من القضايا الخاصة بسير عدد من المشاريع سبل تجاوز بعض الإشكاليات التي تواجه تنفيذها. اختتمت مؤسسة حضرموت للثقافة برنامج منح مسارات اليمن الإدارة الثقافية والذي استمر لمدة 5 أيام. وشارك في البرنامج الحائزون على منح المسارات من مناطق ومحافظات مختلفة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. 7 مشاريع ثقافية من فنانين وفاعلين ثقافيين وفرق فنية ومؤسسات ومبادرات ثقافية جمعتهم مؤسسة حضرموت للثقافة ضمن برنامج منح مسارات اليمن الإدارة الثقافية، والذي اختتمته المؤسسة بعد 5 أيام من التدريب والتأهيل بمشاركة الحائزين على منح المسارات من مناطق ومحافظات مختلفة. نختتم اليوم تدريب الإدارة الثقافية ضمن برنامج منح مسارات اليمن. التدريب استهدف 10 أشخاص من عموم اليمن مستهدفين فيها محافظة صنعاء وعدن تعز بالإضافة إلى ساحل ووادي حضرموت. التدريب احتوى على 11 عنوان أساسي معني بالإدارة الثقافية. الإدارة الثقافية هي إدارة مختصة بإدارة المنتوج الإبداعي الثقافي. البرنامج التدريبي تضمن حوالي أكثر من 11 مفهوما متنوعا من التخطيط والتدريب والتسويق الثقافي وبناء المشاريع وإدارتها، إلى جانب تعريف المتدربين على منهجية الإدارة الثقافية والحقوق والسياسات والتخطيط العملي لكتابة مقترح المشروع وإدارته لتزويدهم بالمهارات وإعادة تقويم مشاريعهم التي ستنفذ. أنا في قبل البرنامج اوريدي عندي خبرات بسيطة في الثقافة في الإدارة الثقافية، لكن لما أول حاجة يعني حفزتني إني أجي في البرنامج إنه في تدريب مكثف لكتابة المقترحات، لتدريب الصون، الميزانية، الجانب الإعلامي أو التسويق الثقافي، فكان في مصطلحات كثير جديدة عليا، حسيت إنها تم يعني
كان في معلومات كذا مشتتة، ساعدتني أني أضبط معلوماتي بشكل أفضل. أشكر مؤسسة حضرموت للثقافة على استضافتها لنا على هذا التدريب الجيد على المدربين الرائعين، وأضاف لنا قيمة إضافية على مشاريعنا، وأيضا تعرفنا على الشباب الموجودين هنا محافظات مختلفة، ساعدنا على أن نكون علاقات أكبر ونوسع شبكة علاقاتنا. برنامج منح مسارات اليمن هو برنامج منح تمويلية وتأهيلية لمشاريع ثقافية وفنية وإبداعية بمسارات مختلفة، حيث عملت المؤسسة على ترسيخ الإدارة الثقافية في أذهان الشباب قادة المستقبل، مع طرق عملية للوصول بالاستفادة إلى أعلى المستويات. محمد بن فضل، لقناة حضرموت، المكلا. في الشأن الفلسطيني، أفادت وزارة الصحة بغزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في شارع الرشيد، فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين جنوب غرب مدينة غزة، ووصل نحو 50 شهيدا ونحو 200 جريح إلى مجمع الشفاء إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين ينتظرون مساعدات شمال القطاع، بالتزامن مع مواصلة الاحتلال تصعيد اقتحاماته لمناطق عدة بالضفة من بينها جنين ومخيمها ورام الله ونابلس. وكانت قوات الاحتلال قد فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة، وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات. وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 30,035 شهيدا، إضافة إلى 70,457 مصابا. رياضيا، تأهلت فرق مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزها تواليا على نوتنغهام فورست وساوثهامبتون وليدز يونايتد في المباريات التي لعبت ضمن المسابقة. وفاز مانشستر يونايتد على مضيفي نوتنغهام فورست بهدف سجله لاعب الوسط البرازيلي كازاميرو لينتزع بطاقة التأهل لمواجهة ليفربول في الدور المقبل من المسابقة، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة. كما تأهل تشيلسي بعد فوزه على ضيفي ليدز يونايتد المنتمي لدور الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليلتقي ليستر سيتي أحد أندية دوري الدرجة الثانية في دور الثمانية. وتقام منافسات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 من مارس المقبل. سجل ماكس ستروس سلة خارقة من منتصف الملعب قبل 2:06 من صافرة النهاية، ألهبت الجماهير ومنحت فريقه كليفلاند كافاليرز الفوز على ضيف دالاس مافريكس ب 121 مقابل 119 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. وتقدم مافريكس بفارق نقطة قبل النهاية، إلا أن ستروس سدد من منتصف ملعب فريقه ليخطف الفوز لفريقه الذي كان متأخرا بفارق 10 نقاط قبل 4 دقائق على نهاية الربع الأخير. وبينما شارفت المباراة على نهايتها، سدد ستروس رميته الخارقة من 3/4 الملعب ليخطف الفوز لفريقه بفارق نقطتين. ختام نشرة مشاهدين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة التعليم العالي ومؤسسة حضرموت تطلقان مشروع نهضة لتأهيل الكوادر الوطنية. محافظ حضرموت يناقش آليات دعم تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعمل الرقابي. والاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بشارع الرشيد ويقتحم مناطق الضفة. وفي ختام نشرة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. في أمان الله.